فموضوع very important الحقيقة من المواضيع المهمة في الريتنال، موضوع الريتنال detachment. طيب موضوع الانفصال الشبكي اتفقنا ان دي كلمة خاطئة، مش كده؟ المسمى نفسه خاطئ، لان كلمة detachment في اللانجوج انك تمسك الاستراكشر تجيبه من اوله من جذوره تقطعه من بدايته. واحنا اتفقنا ان بداية الريتنال عندي ليا اسمها ريتنال pigment epithelium، وفوقيها بقية التسع طبقات، مش كده؟ اللي هو الفوتوريسبتورز، وبعدين الممبرين، وبعدين اوتر نيوكليك، بقية تسع طبقات بنسميهم احنا الانر ناين سنسوري لايرز. في الحقيقة الانفصال الشبكي ديتاتشمنت از ا سيباريشن. ليه سيباريشن؟ It's separation of the retina into RPE in one hand. يعني الـ RPE ده بيفضل ماسك في اللي تحته. مين اللي تحت الـ RPE؟ مين اللي ورا الـ RPE يا جماعة؟ حد يقول لي بسرعة. مين هنا؟ لا ورا الـ RPE. مين؟ كورايد. يعني الـ RPE يفضل ماسك في الكورايد، والـ inner nine layers اللي بدايتهم من الفوتوريسبتورز تروح في الأحياء في ناحية تانية. In the, on the other hand. يعني هنا كده بقى فيه تجمعات واتس ايفر، هنعرف يعني حصل مسافه سبيسنج. يعني اذا ديتاتشمنت عشان يبقى الكلمه صح ات سيبريشن اوف ذا ريتنا انتو ايه تاني؟ ار تي اي اند كورويد ان وان هاند اند انر ناين سنسوري لايرز ان ذا اذر هاند. طيب اذا خلاص حصل هذا السيبريشن، ايه اسبابه؟ ايه اللي يفصل الريتنا يخلي الار تي اي في ناحيه مع الكورويد وبقيه الطبقات التسعه الداخلية السنسوري في ناحية تانية؟ The most important and the most common cause and the most common type of RD نوع اسمه primary RD، أو الاسم التاني بقى بدل primary RD اسم rigmatogenous RD. اسم غريب قوي، هتقول لي إيه كلمة rigmatogenous دي جت منين؟ حالا إحنا اتفقنا بعض قانون بقى في الطب عموما وفي الرمد تحديدا، لما أقول لك primary يبقى الأوريجينال باثولوجي بدأ في الاستراكشر اللي سيادتك بتتكلم عليه. يعني واضح ان المشكله بدايتها فين؟ في الريتنا نفسها، عشان كده الموضوع اسمه برايمري. يبقى واضح ان في نوع ثاني اسمه سكندري. يعني واضح ان الاوريجينال باثولوجي مش في الريتنا، الريتنا نفسها سليمه في حالها. لكن هناك اشياء هتجبرها انها تنفصل كده. واضح ان الباثولوجي بقى مش فيها نفسها، في حته ثانيه هي اللي عملت في الريتنا كده. هنعرف حالها. نروح الاول النوع الثاني اللي اسمه برايمري. يبقى برايمري ثاني. الاوريجينال باثولوجي فين؟ في الريتنا. عشان يحدث برايمري ار دي لازم يحصل كده. بصوا معايا، دي الريتنا الحلوه اهي. بصوا الريتنا، اعتبر التيشيرت بتاعي هو الكورويد، والورقه دي الريتنا، دي الاوبتيك ديسك واجد ماكر، دي مساحه الريتنا. المفروض الريتنا نايمه كده على الكورويد زي ما الورقه نايمه على التيشيرت. عشان يبقى عندي برايمري ار دي لازم يحصل كده. بصوا البداية كده. ايه اللي انا عامله ده يا جماعة؟ ايه اللي انا عملته هنا ده؟ باين ولا مش باين في الكاميرا؟ ها ايه ده؟ ده قطع مش كده؟ اذا البداية لازم يكون حصل ريتنال بريك، قطع في الشبكية. يعني مين اتقطع؟ الريتنا. وطالما الريتنا هي اللي اتقطعت يبقى ده برايمري ولا سكندري؟ ده برايمري. وإذا تمام؟ اللي حصل ان الريتنا حصل فيها قطع بريك. هنا بقى لما يحصل قطع في الريتنا مين ممكن يدخل من خلال هذا القطع؟ مين قدام الريتنا هنا يا جماعه؟ يلا حد يقول مين قدام الشبكيه هنا؟ ها؟ اناتومي يا ولاد. فيتراس يوبر. والفيتراس ده ليه هاي فيسكوستي. وطول ما هو ليه هاي فيسكوستي باي ذا واي ما يعرفش يعدي من فتحه قطع صغير زي ده. فلازم الفيترس كمان يا ريت يكمل جميل الموضوع بقى، والفيترس يبقى ليكويفايد، يعني يبقى اقرب ان يبقى سائل، فيروح داخل الفيترس ليكويفايد من خلال القطع. واول ما يدخل تروح الريتنا عامله كده. خدت بالك الورقه بعدت ازاي؟ ابت، انفصلت، حصل القطع او حصل الانفصال، اسف، اللي احنا قلنا عليه. اذا اول نوع من انواع الريتنال ديتاتشمنت اسمه ايه تاني؟ برايمري. ولما تقول برايمري افهم على طول، افتكر على طول ان الباثولوجي فين؟ في الريتنا اتسلف. عشان كده بنقول البرايمري ار دي لازم البدايه تكون حصل ايه؟ ريتنال بريك، قطع في الريتنا او قطع في الريتنا. الحمد لله حصل قطع. ثرو ويتش مين يدخل بقى؟ ثرو ويتش ليكويفايد فيترس انترز. ثرو ويتش مين؟ ليكويفايد فيترس. الفيترس الليكويفايد واخدها
and this causes separation of the retina زي المعتاد بقى ها ولما يدخل بقى الكوفايت فيترس يعمل ايه separation of retina into RPE in one hand rest of the retina او the rest of nine layers بقيه الطبقات التسعه in the other hand. اذا البرايمري ار دي لازم تكون البدايه فين؟ سبب الانفصال الشبكي الاولي قطع في الشبكيه نفسها الشبكيه اتقطعت ويدخل مكان القطع مين؟ اذا لازم يحصل ريتنا بريك through which mean enters liquefied vitreous enters. خدتوا بالكم الاسم الثاني بتاع البرايمري سميناه يا جماعه؟ ريجماتوجينس. الاسم يبدو رخم افهم معناه بقى. كلمه ريجما في اللاتن لانجوج يعني قطع. اذا لا غريب ولا حاجه. هو بس ساعتها كانوا بيسموا ريجما عشان يسهلوا الدنيا على الناس، لان ساعتها كان معنى كلمه ريجما معروف جدا، ريجماتوجينس ار دي يعني الانفصال الشبكي الذي يحدث بسبب ايه؟ قطع الشبكيه، ريجما يعني قطع. اذا ريجما دي يعني قطع. فاذا اول نوع من انواع الانفصال وده الاكثر شيوعا وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل هو ده النوع اللي عليه درجات اكثر او النوع ده الاهم في الامتحان اسمه برايمري ار دي وسميناه تاني برايمري لان الاوريجينال باثولوجي في الريتنا يعني الريتنا اللي بالاخضر دي حصل فيها قطع اهو ومين يدخل بقى زي السهم كده؟ مين هنا؟ الفيترس ثرو ويتش مين انترز ليكويفايد فيترس انترز. حلو قوي. تعالوا بقى نروح للنوع الثاني. النوع الثاني اسمه سكندري. ثانية واحدة. ده أنت كده ناوي تكلمني على باثولوجي فين بقى؟ ده أنت ناوي تكلمني على باثولوجي فين حضرتك؟ ناوي تكلمني على باثولوجي يا هنا؟ هنا فين يعني؟ قدام الرتنة يا هنا يعني فين؟ ورا الرتنة يعني في الكورويد. إذا يا فيترس باثولوجي يا كورويدال باثولوجي. حلو كده؟ إذا يعني الرتنة في حالها في حالها هي هتنفصل بفعل فاعل والرتنة دي عشان تنفصل كده يا إما حاجة تشدها تشدها يعني بولينج فورس وهنا مين اللي ممكن يعمل بولينج؟ اللي قدام الرتنة اللي هو الفيترس مش كده؟ يا اما بوشنج فورس حاجه تزق الريتنا من ورا وهنا مين ممكن يزق الريتنا؟ اللي ورا الريتنا اصلا اللي هو مين؟ الكورايد. عشان كده بنقول انا عندي نوعين من السكندري نوع اسمه تراكشنال ار دي اذا خدت بالك من الكلمه تراكشنال يعني حاجه ايه؟ حاجه هتشد الريتنا وهنا مين يقصد؟ يعني هنا بول الريتنا والدي بولد مين اللي هيبول الريتنا؟ اللي قدامنا اصلا يعني الباثولوجي هنا في الفيترس كده ده نوع من انواع السكندري اذا يلا نحط الديفينيشن للتراكشنال ار دي تراكشنال ار دي الريتنا والدي بولد شدت باي كونتراكتنج فيترس ميمبرينز باي ايه؟ كونتراكتنج فيترس ميمبرينز في فايبروتيك ميمبرينز في فيترس هتبدا تشد الريتنا اذا واضح ان انا عايز اعمل فايبروزيس هنا والفايبروز ده يشبك في الريتنا يشد الريتنا يفصلها طيب حلو قوي مين من الاسباب والامراض التي بسببها ممكن يحدث فايبروزيس هنا في الفيترس وبالتالي يبدا يشد الريتنا. نمبر 1 ايه رايكم؟ فكره كبيره يا اخي. يلا حد يمشي معايا خطوه خطوه كده يا ريت يبقى كتر خيره. هي الريتنا دي لو اسكيميك لما الريتنا تبقى عندي اسكيميا كانت بتطلع ماده اسمها ايه؟ حد فاكر؟ يا سلام يا مريم فازوجينيك مظبوط والماده الفازوجينيك دي كانت بتعمل ايه؟ حد يقول لي بسرعه؟ New vessels. New vessel formation. واتفقنا new vessels دي الوول بتاعها ان healthy. يعني بيطلع اكسود كتير. والاكسود اللي هينزل من النيو vessels اللي اتكونت هنا ينزل فين؟ هنا في الفيترس. والاكسود ده مليان فايبرين ولا لا؟ طبعا. والفايبرين ده يتحول لايه؟ فايبروزز. والفايبروز بقى شويه راح شد زراعتنا كده وده يلا تعالى فيه وراح طالع بيها قدام. ايه ده يعني اذا لو نجحنا ان احنا نفتكر اسامي امراض تتسبب في ريتنا الاسكيميا وبالتالي الريتنا تطلع الماده اللي اسمها فازوجينيك وبالتالي يحصل نيو فاسل فورميشن ونيو فاسل زي تاكسوديت تنزل اكسوديت يعني في الفيترس يبقى ده ممكن ينجح في تكوين فايبروز في الفيترس. يلا مين اشهر الامراض اللي خدناها مع بعض ممكن تعمل اسكيميا في الريتنا وتخلي الريتنا تطلع فازوجينيك ماتيريال كتير؟ يمشي دايابيتك اللي كانت ناقصه معاكم فاكرين ستيج اسمها بروليفريتيف ستيج اوف دايابيتيك ريتينوباثي اسمها ايه تاني؟ بي دي ار فاكرين اللي كان بيوصل لمرحله او الستيج اسمها بي دي ار في الدايابيتيك ريتينوباثي كان بيطلع فازوجينيك ماتيريال لو عايز تحط سبب كمان خدناه برضه مع بعض مش موجود في كتاب الاسم لكن تعرفوه اسكيميك تايب
of central retinal vein occlusion. Ischemic type of A, CRVO. يعني لو انا عندي برضه ischemia في retinal center retinal vein occlusion. ده سبب زيادة. بصوا السبب كمان. سبب زيادة كمان يا جماعة. حاجة اسمها retinopathy of prematurity. الموضوع ده هنتكلم عليه في تشابتر اللي لسه ما اتشالش من عليكم. احنا في تشابتر كده لسه في الاخر ما اتشالش اسمه ديزيز افكتنج انفانتس ويانج تشيلدرن. واحد من الامراض اللي هندرسها بالتفصيل في هذا التشابتر الريتينوباثي اوف ايه؟ بري ماتيوريتي ار او بي. حد فهم معنى الكلمه؟ يعني ايه؟ ده باثولوجي هيصيب الريتنا في الاطفال اللي هيتولدوا يا جماعه قبل ميعادهم. الطفل يقول لك اتولد ابن سبعه ابن ثمانيه نزل الدنيا مبكرا يعني ما كملش الفول تيرم بريجنسي. هيفرق في ايه؟ ده اكتشفنا ان الاطفال دول في اعداد منهم للاسف هيحصل لهم تغيرات في الشبكيه. هقول لكم الفكره لكن تفاصيل المرض ده هنتكلم عليه في تشابتر اسمه ديزيز افكتنج ايه تاني؟ انفانتس اند يونج ايه تشيلدرن. بصوا معايا يا اولاد. الار او بي ريتينوباثي اوف بريماتيورتي اكتشفنا حاجه غريبه جدا. لو انا صايد دي لقيت انا ايه؟ هل؟ ادي الاوبتيك ديسك. ادي الماكيولا. استاذنكم بس ثواني الاذان بس يخلص الكودينج. طيب اذا تاني كده بسرعه انا بشرح لكم ايه دلوقتي؟ احنا وقفنا فين دلوقتي؟ ريتينوباثي اوف بريماتيورتي. ليه الاطفال بعض من الاطفال اللي بيتولدوا بدري معرضين يحصل لهم تراكشن الار دي للاسف؟ ده لسه طفل ولد نيو بورن لسه مولود ما كملش ها ومولود بدري شويه. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي الولاده المبكره ليه ممكن تتسبب في دمج في الريتنا؟ اكتشفنا حاجه غريبه جدا في الامبريولوجيكال ديفلوبمنت اوف بلاد سبلاي في الريتنا. البلاد سبلاي سنتر ريتنا ارتري لقينا البرانشز بتاعته بتوصل للاكستريم نيزل بريفري عند الشهر الثامن انتريتراين لايف وتوصل للاكستريم تمبرال بريفري. ما هو المكنه تمبرال مش كده؟ عند شهر كامل فيرست مانث بعد الفول تيرم بريجنسي. ايه ده يعني؟ اذا البلاد سبلاي بتاع الرتنا بتاعتنا مش هيوصل لاطراف الرتنا الا متاخر قوي. عشان كده ايه اللي هيحصل؟ لو الطفل اتولد ابن سبعه بدري قوي ده معناه ان البلاد فيسلز لسه ما وصلتش للاكستريم نيزل بريفري. خدتوا بالكم ساعه قد ايه هنا لسه ما وصلهاش ده؟ الفيسل لسه ما حصلوش الانجيشن اصلا وبعيد قوي عن الاكستريم تمبرال بريفري. احيانا بقى النزول المبكر للحياه للدنيا يعني والتعرض لهاي اتموسفيريك اوكسجين كونسنتريشن، اكسجين ده اللي موجود في الهواء يعمل كارثتين. اول كارثه ان الاكسجين ده ممكن يدي فولس الارم للركنه ان كده الاكسجينيشن كفايه. حلو قوي كده. فيحصل ارست للجروس اوف بلاد فيسلز، يعني البلاد فيسلز ما تكملش تنمو تقف هنا. دي وقفت بدري قوي. ايه ده يعني يحصل ارست للجراس اوف بلاد فيسل عشان الرئه اتخدعت؟ ايه الخدعه؟ التعرض لاكسجين بهبل. فقال لك حلو كده احنا مكتفين كده الاكسجين كده زياده قوي اقف على كده. الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل لي مشكله بالاكسجين ثواني يا جماعه بس ارد على التليفون يعني قفلت برضه. مش عارف فوز. طيب المهم اذا الاكسجين عمل لي مشكلتين، خلى الفيسلز ما تكملش نمو للاطراف ودي كارثه، معناها ان مساحات كبيره قوي من الاطراف الريتنا هيستمك. حاجه ثانيه كمان الاكسجين بيديز فازو كونستكشن، طب لو خد بالي راح الريتنا حتى في الحتت اللي فيها فيسلز تبقى قليل. ايه ده كده الريتنا عاني من اسكيميا ولا لا؟ يلا حد يفتح المايك يقول لي لما الريتنا تعاني من اسكيميا بلعب اللعبه المعتاده هتعمل ايه؟ ها؟ هتطلع مين على طول؟ فازوجينيك ماتيريال. فازوجينيك يعني هتعمل ايه؟ نيو فازوجينيك يعني ايه؟ اكسلت يعني ايه ده يعني فيها نفس الكومن بول نفس الطريق. الطريق يعني وكاني عايز احط في دماغكم النهارده ثلاث امراض لعبوا لعبه واحده. عرضوا الريتنا الاسكيميا فمشي في سكه النيو فازوجينيك. اول مرض اشهرهم على الاطلاق اكثرهم حدوثا بروليفريتيف ستيج اوف دايابيتيك ريتينوباثي. مرض ثاني مش موجود في الترم الاسم ممكن تزوده اسكيميك تايب اوف
سنترال ريتنال فين اوكلوجن. مره الثالث لعب معاهم نفس اللعبه اسمه ريتينوباثي اوف بري ماتيوريتي، ده لو الطفل حصل له ارست براسه في بلاد فيسلز. هنتكلم على تفاصيل المرض ده بصوره اكثر، يعني لناقش فيه حاجه بسيطه لكن هنتكلم عليها المره اللي جايه مع بدايات بقى الديزيز افكتنج انفانتس اند يونج ايج تشيلدرن. سبب كمان يعمل لي فايبروزس هنا في الفيترس. ايه رايك لو دخل فارين بدل بنتريتنج تروما اللي شامل عليه كده؟ فارين شخصي حديد شخصي، انا حاسس فارين دخل جوه العين، اي فارين بدل بيعمل حواليه فايبروزس، فبالتالي ممكن الفايبر ستيشن بتاعه يبقى شابك في ريتنا يشد ريتنا يفصلها. اذا هناك اسباب ممكن تتسبب في وجود فايبروزس في الفيترس، وهذا الفايبروزس هيطول يشد ريتنا، عشان كده بسمي الانفصال ده ايه؟ تراكشنال ار دي. اخر نوع من انواع الانفصالات ان الرخنه تبقى بوش تتزق من ورا. مين السبب اللي وراها؟ مين اللي ورا الرخنه اصلا؟ خرايط. خرايط يطلع ميه كتير، فالميه اللي طالعه من هنا زق الممبرين ده تبعيه. يلا تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يخلي الكرويد اكسوديت يطلع اكسوديت، عشان كده بنسمي النوع ده ايه؟ اكسوديتاز ريتنال ديتاتشمنت. اذا ده النوع الاخير. يلا نحط احتمالات. اي مكان فيه ايتس في جسمي بتاع اكس ري كتير؟ يس. اذا يعني لو حصل كورودايتس، هل هناك سبب ممكن يعمل لي كورودايتس؟ في ديزيز اوتو ايميون بيصيب اليوفيال تراكت. يصيب ايه؟ اليوفيال تراكت. مين اليوفيال تراكت؟ مين اجزاء اليوفيال تراكت يا جماعه؟ ها شباب كورويد ايريس سيلري بادي. ايوه كده يا محمود، كورويد ايريس سيلري بادي. هناك مرض اوتو ايميون، يعني ايه؟ الجهاز المناعي بتاعي انا يتجنن فجاه ويبدا يهجم على اليوفيال تراك، تحديدا نقصد ايه؟ الكورويد. هل المرض ده بيهجم بس على اليوفيا؟ لا، المرض ده اوتو ايميون مالتي سيستم، بيهجم على اجزاء كتيره في الجسم. المرض ده على فكره وصفوه ثلاثه اشتركوا ويكتشفوا هذا المرض. المرض المناعي ده على فكره الجهاز المناعي بتاع البني ادم ده بيهجم على جلده سكين، فتلاقي شعر راسه بيقع، تلاقي رموشه تبيض، تلاقي بقى في حتت في جلده ما فيهاش فيجمنت، ده على فكره احنا بنسميه جيت اللايبو. جيت اللايبو يعني بهاق. تلاقي يبقى عنده الوبيشيا ورموشه تبيض. اذا المناعه ضربت الجلد. كمان تقدر السي ان اس. فالبني ادم ده بيجي له كونفرجنز وهابك وديفنس. والمناعه تضرب اليوفيال تراكت بيحصل له يوفيايتس انكلودنج كوروبايتس. عارفين اسم السندروم ايه؟ اسم سهل قوي. فوكت كوياناجي. هتستمتعوا. هرابا سندروم. طبعا اول ما تقول لي ايه ده؟ فوكت وكوياناجي هرابا ده اسمه ثلاثي ده ان شاء الله ولا ايه؟ لا طبعا دول ثلاثه. فوكت ده الماني، كوياناجي ده ياباني، هارادا ده هندي. فوكت وكوياناجي اكتشفوا نص المرض. هارادا لوحده اكتشف نص المرض في فتره زمنيه اخرى. بس الثلاثه اتجمعوا في سندروم واحد، في اسم واحد، مرض واحد، اسمه فوكت كوياناجي هارادا. في حتى اختصاره معترف بيه دوليا، في كي، لان اسمه طويل قوي، في كي اتش. مرض ده اوتو ايميون، مرض دخلنا في الجهاز المناعي، والمناعه تضرب الثلاث اماكن اللي قلنا عليها، جلد، سي ان اس، عين في صوره يوفيايتس يعني كورودايتس. هرانا ده هو اللي اكتشف الجزء بتاع الكورودايتس. صديقي انك تقول الاسم كله على بعضه، ولو عايز تبقى عارف اكتر، اللي اكتشف تحديدا حدوث الكورودايتس في هذا السندروم هو هرانا. اذا قد يكون سبب ان الكورويد يطلع اكسودت انفلاماتوري كوز اوتو اميون كوز. ها هرادة او طول عايز تقول اكسيلاتيف كورودايتس وتسكت ماشي، عايز تقول فوكت كوياناجي هرادة يبقى احلى واحد. اذا اول احتمال يخلي الكورويد يرشح يطلع ميه تزق الرتنه كورودايتس. احتمال تاني لو الكورويد في تيومر، ما اي تيومر في الدنيا بيطلع اكسيلات زي مالجننت ميلانوما اوف ذا كورويد. تاني مالجننت ايه؟ ميلانوما اوف ذا كورويد، كورويد تيومر ممكن. ايه كمان؟ اذا تيومر اوف ذا كورويد ممكن يطلع حاجه لسه واخدينها وقلت لي قالوا مش علينا. فاكرين السي ام في؟ يلا مين جامد يقول السي ام في ده اختصار ايه؟ سي ام في. ها ها
انتم سالكم سين دي اختصارية ولا ايه؟ كرويد المغسلة من البرين. دي مين اللي بيجيب امنية ولا ايه؟ ايوه امنية بقى. كرويد يفصل الممبرين، فاكرين؟ قلنا لما الكرويد يتجنن ويبدا يطلع نيو فاسلز، والكرويد بيعمل ده ليه؟ متخيل ان صعب تعليل الماكله حاسس انها يستمر، فقال لك نوصل لها نيوتريشن اكتر. النيو فاسلز دي تبدا تيجي من عند الكرويد تغزو الصف ريتنا السبيس، فتدخل هنا وطبعا بتطلع اكس ري كتير فتزق الريتنا. اذا لو عندي ماسف سي ان في يعني كرويد نيو فاسلز ممبرين يعني فاسلز نيو فاسلز كتير بالهبل، ممكن توصل لمرحله اكسوداتيف ايه ريتردتاشن. اذا خدت بالكم ثلاث اسباب لوكال، يعني لوكال في الكورويد، امراض في الكورويد، يا الكورويد تحور يعني عمل نيو فاسلز سي ان في كورويد نيو فاسلز ممبرين، يا الكورويد التهب كورودايتس، يا الكورويد في مالينجنت تيومر مالينجنت ميلانوما. لكن ايه رايكم لما احط لكم سبب رابع واخير يخلي الكورويد يطلع ميه، يرشح ميه؟ بس السبب ده مش هيخلي الكورويد بس يعمل كده، ده كل جسم يرشح. ايه رايك لو عندي مالجنت هايبر تنشن؟ يعني هايبر تنشن مش عارف اسيطر عليها. تعرفين مريض اللي عنده ارتفاع ضغط الدم ومش عايز ينزل ضغط دمه؟ تلاقي رجله ورمت، لور ليمب ايديما. تلاقي عنده اسايتس، استسع. تلاقي عنده بلورال افيوجن، بيكاردال افيوجن. تلاقي عنده كمان كورويدال افيوجن، يعني الكورويد طلع ايه اكس ري فيحصل له ايه؟ ريتنال ديتاتشن. هل ده وارد على ارض الواقع؟ ابدا ابدا. مش احنا لسه واخدين مع بعض هايبر تنسيف ريتنابس يا جماعه؟ فاكرين الهايبر تنشن؟ هايبر تنسيف ريتنابس. هل انا جبت سيره من ضمن المانيفستيشنز بتاع الهايبر تنشن ان يحصل اكسوداتيف ار دي؟ ابدا. ليه؟ ما فيش بني ادم هيفضل ماشي بضغط دمه عالي قوي ومش عارف ينزله مده طويله عشان يوصل لاكسوداتيف ار دي. عندنا بدل الانتي هايبر تنشن بدل العيله اكتر من عيله. يلا حد فيكم كده بقى يا وحوش الطب يقول لي يعرف يرتجل كده كام انتي هايبر تنسيف دراج يعرفه في حياته؟ ها كام عيله تعرفوها يلا بتوطي ضغط الدم؟ كونكور ده ماشي، ده بيتا بلوكرز يعني. ها ده اسم التوبيري التوبانول برضه، ما هو بيتا بلوكر. ما تسمعوش عن العائلات، انا عايز اسم فارماكولوجيكال. تسمعوا عن الفازو دايليتورز، تسمعوا عن الكالسيوم شانل بلوكرز عيله على بعضها، تسمعوا عن الايس انهيبيتورز، تسمعوا عن الدايوريتكس، ادويه. عشان كده احنا ما فيش بني ادم عنده ارتفاع في ضغط الدم ومش هنعرف نسيطر عليه. هنبدل ما بين ده فشل نديله ده فشل نديله ده فشل كومباينيشنز، دايما دايما هننجح نوطي ضغط الدم. الحاله الوحيده اللي بتستعصى علينا ويفضل ضغط الدم عالي وممكن يوصل فعلا لهذه الماساه اكسوديف ار دي، هي لما ضغط الدم يعلى في سيده حامل بريجننت فيميل. عارفين ده بنسميه ايه؟ توكسينيا اوف بريجننسي، او الاسم الاخر بتاعها بري اكلامبسيا. طبعا تسمعوا كلمه توكسيميا اوف بريجننسي تقول ايه ده؟ ده في سم في الدم، ده مين سم من الست الحامل؟ لا لا، توكسيميا اوف بريجننسي هو هايبر تنشن ريليتد تو هرمونز اوف بريجننسي، وده بيبدا دايما عند الاسبوع ال 20 من الحمل. في مين فجاه ضغط دمها يعلى، تكون حامل وصلت الاسبوع ال 20، يعني حامل زي الشهر الخامس مثلا ولا حاجه، ولسه قدامها مده بقى دي تروح توصل حاجه و30 اسبوع لسه. هتقولي طب ما هي ست حامل اهي ضغط ماشي، الهرمون ده السبب، ده اللي بيسموه توكسينيا. طب ما تظبطوا الضغط يا عم، انت دي حامل يعني مش كل الادويه ينفع تتاخد اثناء الحمل. تسمعوا عن حاجه اسمها تيراتوجينيك دراجز يا جماعه؟ يعني ايه تيراتوجينيك دراجز؟ تعمل تشوهات، تعمل تشوهات، تعمل مشاكل، تموت البيبي. فعشان كده كل العائلات اللي جبت سيرتها المحترمه القويه اللي بتظبط ضغط الدم، ايس انهيبيتورز، كالسيوم شانل بلوكرز، دايوريتكس، بيتا بلوكرز، فازو دايليتورز، كل ممنوعين تماما. الدواء الوحيد السيف الانتي هايبر تنسيف اللي ينفع يتاخد في البريجنسي ميز هو الالفا ميثايل دوبا اللي هو الالدوميت. لو سالت دكتور بطنه ايه رايك فيه؟
يقول لي رأيي في ايه؟ ده افشل واضعف دواء اتعرف للسيطره على ضغط الدم. ايه ده؟ ست حامل ضغط دمها عالي، لاجل حظها جالها التوكسيميا بريجنسي، راحت لدكتور النساء ادها الدومات، زود الدوز للماكسيمم، مفيش نتيجه ولا حاجه ولا يقدر يعمل، هيفضل ضغط دمها عالي وهي ومصيرها بقى. عشان كده بنقول على ارض الواقع مش وارد ضغط الدم يعمل اكسيد الار دي الا في الحاله دي، لانه اي هايبر تنشن تاني هنسيطر هنسيطر، ده مش هيوصل ابدا للمرحله دي. عشان كده بنقول توكسيميا اوف بريجنسي اللي هو الهايبر تنشن افتر ذا 20 ويك اوف بريجنسي، هو ده المثال الواقعي اللي كان يمكن حدوثه، ها، اللي يتسبب في كورويد الافيوجن وبالتالي اكسيد الار دي. اوعى تنسى ده سيستميك كوز، ده مش هيعمل بس ارتشاح من الكورويد، ده جسمك كله هيعبي ميه. اذا الاسباب اللي تخلي الكورويد يطلع ميه كتير يفصل الشبكيه، هي اسباب لوكال كوروديتس التهاب الكورويد زي الفاكتوكيناجي هارادا سيندروم، يا اما تيوبرز مالجنت، يا اما الكورويد نيوفاسكا ممبرين، ثلاث اسباب لوكال. يا اما سبب سيستميك يخلي الجسم كله يرشح بما فيهم الكورويد توكسيميا اوف بريجنسي. اذا كم نوع انفصال نعرفهم في حياتنا؟ كم نوع يعمل سيبريشن اوف ريتنا؟ تخلي ريتنا تنفصل ار بي اي مع الكورويد في ناحيه، بقيه التسع طبقات في ناحيه. لو قلت من بقي كلمه برايمري، الاسم الثاني ريجماتوجينوس، يبقى لازم تكون البدايه قاطع في الريتنا، لان كلمه ريت مينز بريك تير، يبقى لازم تكون البدايه ريتنا بريك، يبقى بما ان الباثولوجي الاوريجينال في الشبكيه نفسها يبقى ده برايمري. ولازم بعد ما يحصل قطع يدخل مين؟ مين هنا؟ فيتوس. يدخل فيتوس بس عشان يقدر يعدي لازم يكون ايه؟ ليكويفايد، عشان يقدر يعدي من خلال قطع صغير، لان الفيترس لزوجته عاليه. فلو حصل الاثنين فاكتورز دول في بني ادم واحد هيحصل له نوع اسمه برايمري ار دي. اذا ده اول نوع. النوع الثاني اسمه فراكشنال، الريتنا في حالها وسليمه لكن هتتشد. مين قابل يشد الريتنا اللي قدامها؟ الفيترس. وايه اللي يخلي الفيترس يشد؟ لما يتكون فيه فايبروتيك ميمبرينز. النوع الثالث الريتنا في حالها سليمه بس اتزقت بوش. مين اللي يقدر يزق الريتنا؟ اللي وراها اصلا. مين اللي ورا الريتنا؟ الكورويد. امتى الكورويد يطلع ميه؟ في الحالات اللي احنا قلنا عليها، وده بنسميه اكسوداتيف ار دي. لغايه كده الكلام سهل وواضح؟ حد عنده اي سؤال؟ الكورويد. امتى الكورويد يطلع ميه؟ في الحالات اللي احنا قلنا عليها، وده بنسميه اكسوداتيف ار دي. لغايه كده الكلام سهل وواضح؟ حد عنده اي سؤال؟ ندخل بقى في تفاصيل الموضوع اللي اسمه ايه؟ برايمري او ريجماتوجينس ار دي. بصوا يا جماعه، لما اقول من بقي برايمري ار دي، تعرف على طول انك بتتكلم على الليدنج كوز اوف سيرجيكال تريتد بلايندز. تخيلوا اهميه المرض. ليدنج كوز اوف ايه؟ سيرجيكالي تريتد بلايندز، تخيلوا؟ لان بيظهر حاله كل 10,000 بني ادم، ريشيو 1 ل 10,000. هتقول لي ايه يا عم 1 ل 10,000 ده بعيده قوي؟ لا لا لا، بعيده مين؟ احنا كام مليار دلوقتي؟ انت متخيل عدد البشر قد ايه؟ فلما تحط 1 لكل 10,000 والرقم الكبير قوي بالمليارات، يبقى انت هتلاقي عدد رهيب من البشر بيحصلوا هذا النوع من الانفصال، عدد رهيب. فاذا الموضوع مش قليل، عشان كده بيعتبروه سيرجيكالي تريتد بلايندنس، لانه طبعا واضح ان ليه علاج الحمد لله. طبعا هتلاقيني كاتب لك ريسك فاكتورز، حلو؟ واضح ان الريسك فاكتورز دي عايزه تعمل لي حاجتين، مش كده؟ تعالوا نشوف تعمل لي ايه. واضح ان الانسان المعرض يحصل له هذا النوع اللي اسمه برايمري، يعني الشبكيه بتاعته تتقطع ويحصل دخول الفيتروس من خلال الارض، والفيتروس عشان يعرف يدخل يتفاعل لازم يكون ايه؟ ليكويفايد. فاذا واضح ان البني ادم ده احنا محتاجين يحصل له حاجتين، ان الفيتروس بتاعه يبقى ايه؟ ليكويفايد، وان كمان الشبكيه بتاعته تبقى ضعيفه وسهله تتقطع، مش كده؟ التو فاكتورز دول هينطبقوا على الحالات الاتيه، هي دي الريسك فاكتورز. خليني اقولها اسامي، وبعد ما اقولها اسامي اشرح لك باثوجينيسيس، وبعد ما اشرح الباثوجينيسيس دي الميكانيزم يعني الفكره، هرجع تاني خطوه لورا
اقول لك ازاي بقى الريسك فاكتورز اللي انتوا يا دوب سمعتوها كده ومشينا ساعدتني قوي انه يحصل كده. يلا بينا نشوف. اولا هاي مايوبيا، اذا الناس اللي عينيهم كبيره قوي هاي مايوبيا بيشن ده اللي هو اكتر من ماينس 9 عند طالع ماينس 12 ده عينه كبرت قوي. طبعا في ناس بدات تقول لي لا مش محتاج مش مستنيك تشرح انا فهمت. سرعين لما تكبر قوي ايه اللي بيحصل في الرئه؟ انها بتتشد قوي، ولما الرئه تتشد قوي ويحصل فيها اترافيك وديجنريتيف تشينجز تبقى ضعيفه، تبقى ممكن تتقطع. صح انت صح والله. مش بس كده، الكوره دي لما تكبر قوي الفيترس اللي كان مالي سبيس صغير عليه انه يملى سبيس اكبر، وبالتالي هنا اي حاجه لزجه يعني الملوكيوز بتاعتها قريبه من بعض، لما تعيش في مكان اوسع من الملوكيوز تتباعد، التباعد بتاع الملوكيوز يخلي الماده دي تبقى سائله. والله بتتكلم صح برضه، بس اعذر يعني المايوبيا عملت لي تو فاكتورز ولا لا؟ خلت الريتما ضعيفه فصارت تتقطع وخلت الفيترس ريزوفت ويك تاني. بص السبب التاني او الريسك فاكتور التاني تروما، واحد خد بوكس في عينه. هتقول لي اه بوكس يعني الفيترس اترج، ولما الفيترس اي حاجه لزوجاتها عاليه تعمل لها رجه محترمه اللزوجات تقل. صح والله. ده غير ان ممكن الفيترس وهو بيترج يروح شد على حته من الريتما قاطعها، مش كده؟ اه بتتكلم صح. اذا برضه قربت، انت بتفكر صح. التروما ممكن تبقى فعلا بري ديسبوزنج فاكتور تعمل الحاجتين دول، تخلي الفيترس يتحلى نتيجه الرجه الشيكينج موفمنت، والشيكينج موفمنت ده خلي الفيترس يشد الرجه ينتشها يقطعها. تتكلم صح، الفكره اجتماعها. بص كمان افيكيا، افيكيا يعني اللي ما عندوش هنا ايه؟ لينس. هتقولي اه يمكن اللي ما عندوش لينس بقى مثلا، يعني انت عايز تقول ان الفيترس بدل ما كان محبوس هنا عشان في حاجه بتصده هنا واقفه في وشه اسمها لينس، فعايش في مكان محدود. لو دي مش موجوده الفيترس يتحرك لمكان اكبر فيملى سبيس اكبر، وطالما بيملى سبيس اكبر الملكيولز بتاعته تتباعد فيتحلل يعني بريكيفاي. والله بتفكر صح. هتقول لي كمان عشان الفيترس هو بيتحرك لقدام ممكن يشد حته بريتما ينتشها يقطعها. والله برضه صح. ايه ده يعني الافريكيا كمان ممكن تعمل التو فاكتورز دول؟ اه بما ان مفيش لينس الفيترس يملى سبيس اكبر فيتحلل يبقى ليكويفايد، وكمان هو بيتحرك لقدام ممكن يشد حته بريتما ينتشر، عشان كده الافريكيا ده اعتبرها ريسك فاكتور. بص اللي جاي ده فاميلي هيستوري، يعني اكيد طمنوني على مستواك العقلي لما اقول لك فاميلي هيستوري. هتقول لي يعني معناها ان لو والدك او والدتك حصل لهم انفصال شبكي برايمري يبقى الريسك عندي انا، او يعني عندك انت لو انت والدك او والدتك انت قاعد جالهم هذا الانفصال يبقى الريسك عندك اكتر من غيرك؟ اه بس اكيد سيادتك ما فهمتش غلط، ولا هل عليك قوي؟ اكيد سيادتك ما فهمتش ان لو والدك او والدتك نتيجه تروما حصل لهم ار دي يبقى انت لازم تتخبط زيهم خالص، مش كده؟ لو والدك او والدتك جالهم كاتراكت فشلنا لهم اللينس فبقوا افيتك بعد العمليه جالهم انفصال يبقى انت لازم يجي لك كاتراكت وهيجي لك انفصال. لا ما نقصد ايه يعني المعلومه دي تطمنا كده بقى؟ لا نقصد لو والدك او والدتك وهم قاعدين في امان الله من غير ولا حاجه من دول حصل لهم انفصال سبونتينيوس، مش ده معناه ان خلقه ربنا هذا البني ادم الفيترس بتاعهم ماله ليكويفايد او تحلل قوي وكمان الرخمه بتاعتهم ضعيفه فاتقطعت؟ ايه ده يعني هم خلقه ربنا كده؟ اه وطبعا الاناتومي بيورث زي ما بتاخد من والدك او والدتك الطول ولون البشره وطبيعه الشعر كمان العين وحجمها وشكلها وتفاصيلها، فعشان كده بنقول لو في سبونتينيوس هنا مقصود بقى ها سبونتينيوس ار دي حصل في التاريخ الهيستوري بتاع الفاميلي يبقى الريسك عندك اكتر من غيرك، الاحصائيات قالت كده. طب الاذر اي لو عيني اليمين وانا قاعد في امان الله فجاه انفصل الشبكيه فيها يبقى الاناتومي هنا اكيد زي هنا يبقى الشمال معرض، اذا دي الريسك فاكتورز. لكن هتفهموا اكتر بقى لما اشرح لكم حاجه ادفانسد شويه، يعني حاجه بدايتها موجوده في الكتاب الاسم بس انا هعلى بالليفل شويه عشان يدخل هنا الكلام
يلا انا واثق فيكم وفي امكانياتكم، يلا بينا ربنا يستر. بصوا يا جماعه، كلنا الفيترس بتاعنا اهو شايفين رسمه بالازرق، الاخضر دي الرتم. الفيترس بتاعنا ده اللي يمثل تلتين حجم عين حضرتك. اتفضلي يا ميار، عايزه تقولي ايه؟ دكتور هو فاميلي هيستوري زي مورفان سيندروم، عشان اي ثينك الدكتور قالته. طب ما هو ده فاميلي هيستوري وده سبونتيس، ما هو يعني نقصد بقى العوامل بتورث، ما هو ده اناتومي. يعني ما هو مرفان ده سيندروم هيورث مع مامتك مرفان، يبقى انت ممكن تبقى مرفان. هي نفس الفكره، يعني اقصد سبونتينيس من غير تروما من غير افيك، يعني كده سبونتينيس قلب. طيب بصوا معايا اللي انا هعمله ده، يلا بينا. ادي العيله اهي، يلا حلو. شيل بقى كل حاجة، نقف عند ده. شايفين ده؟ ده الفيترس، ده اللي هو المفروض يبقى هنا. هو مين؟ شايفين الأورنج ده مين؟ الأورنج ده راتب، الفيترس هنا. الفيترس دايس، ربنا خلقه لنا تلتين حجم العين، دي لزوجة عالية عشان يفضل بوزنه اللي عامل زي الدهية ده ضاغط على الرتنة، عشان يضمن لنا إن الرتنة بتاعتنا طول الوقت تبقى أتاتشد للأندرلاين كارد، عشان تفضل ماسكه فينا الرتنه في الكورويد اللي ورا. حلو؟ طيب الفيترس ده بنقسمه لجزئين كبار قوي. يلا شايفين الجزء ده من الفيترس؟ ده بسميه الانتيريور فيترس، اصل الفيترس بتاعنا حواليه ممبرين. حواليه ايه؟ ممبرين. الممبرين اللي حوالين الفيترس بالمناسبه بنسميه هايلويد ممبرين. سميه يا جماعه هايلويد ايه؟ ممبرين. لأن كلمة فيترس في اللاتن لانجوج، الاسم البديل للفيترس في اللاتن لانجوج هايلايت. فإذا ده اسمه الأنتيريور فيترس، ده اللي ورا مين على طول؟ ده اللي ورا اللينس، اللينس بتاعتي هنا، مش كده؟ دي اللينس هي اللي ماسكة الجنيولز. يبقى أكيد الجزء ده، شايفين ده؟ ده اسمه إيه؟ بوستيريور فيترس، نص بوستيريور فيترس ميمبرين يعني. هتقول لي طيب ربنا خلقنا الرز ده اللي عامل بحجم كبير قوي تلتين حجم العين بالوزن الثقيل ده عشان يفضل ضاغط على مين وراها؟ الرتنه. عشان مهما اتهزيت مهما اتحركت مهما اتخبطت الرتنه ما تنفصلش، تفضل في مكانها. يعني وكانه حاكم وضاغط على الرتنه في مكانها عشان تفضل لازقه في مين وراها؟ مصدر النيوتريشن بتاعتها الكورات. حلو. ايه رايكم بقى؟ انا لو المسك اللي ماسك البورد كده هبقى جاست تاتشنج البورد. لامسها بس، ضاغط عليها بس لامسها بس. اقدر اي وقت اتحرك لقدام عادي، اتحرك عادي. في فرق ما بين تلامس تاتشنج وفرق ما بين ادهيرنت. ايه ده؟ ادهيجن يعني ايه؟ لازق. هتقولي يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك ان البوستيريور فيترس ده اللي هو ناحيه مين؟ ناحيه الرتنه، اللي هو لامس الرتنه، هل هو جاست تاتشنج الرتنه؟ فيما عدا اربع اماكن. الاربع اماكن دول بسميهم نورمال، نورمال فيتريو ريتنال ادهيجنز. هناك اربع اماكن الفيتروس ممبرين اللي هو البوستيريور ده لازق في الرتنة. اربع اماكن، فين الاماكن دي؟ يلا دي حاجه زياده، ده كلام زياده. اربع اماكن الفيتروس لازق في الرتنة اراوند الاوبتيك ديست. هنا فين كمان؟ عند الاورا سيراتا. فاكرين الاورا سيراتا؟ اللي هو بدايه الرتنه، مش الرتنه قلنا بتبدا انتيريورلي عند الايبكس اوف سيريا المادي. اذا اول مكان الفيترس لازق في الرتنه عند الاورا سيراتا، عند بدايه الرتنه انتيريورلي يعني عند الايبكس اوف سيريا المادي. واراوند مين كمان؟ اوبتيك ديسك. وفين كمان؟ عند الماكينه مركز الافصال، يعني هنا كمان. وفين كمان؟ اي بلاد فيسل ماشي في الرتنه الفيترس ماسك حواليه. ايه ده يعني الفيترس ماسك في الرتنه؟ لازق لازق ادهرنت في الرتنه. في كام بوينت تاني؟ اربعه. مين الاربعه بوينتس تاني بليز؟ اورا سيراتا. فين تاني؟ along او around optic disc. فين كمان؟ عند النايفله. المكان الرابع along the blood vessels. كل مكان فيه فيسل ماشي الفيترس ماسك حواليه في الرتنة.
هتقولي وبعدين بص المعلومه اللي جايه بقى غايه في الخطوره. لقينا نسبه من النورمال بوبيوليشن لما بيكبروا في السن، والنسبه دي على فكره بتزيد مع كل ايج جروب، يعني ما بين 50 ل 60 سنه في برسنتج هيحصل لهم اللي انا بقول عليه ده، برسنتج دي هتزيد في الناس اللي هيوصلوا ما بين 60 ل 70، تزيد ما بين 70 ل 80، تزيد وهكذا. ده بتحصل طبيعي طبيعي في نسبه مش قليله، والنسبه بتزيد اتفقنا مع كل ما السن يتقدم. ايه اللي هيحصل؟ الكلمه دي بي في دي، دي ستاندز فور وات؟ posterior vitreous detachment. تاني posterior ايه؟ vitreous detachment. ايه ده اللي هيحصل؟ بصوا دي الرسمة الطبيعية فيها دلوقتي. لو انت وانا بقينا من النسبة اللي ربنا هيقدر ليها تعيش لعمر متقدم، وهيحصل وهنبقى في الجزء بقى بالناس دي اللي هيحصل لها بي في دي. تاني يعني ايه بي في دي؟ posterior vitreous detachment. بص هنبقى كده، دي تتحول لدي. بص الرسمه نمبر 2، مين خد باله ايه اللي حصل؟ البوستيريور فيترس ممبرين فجاه انفصل، بعد عن الرتنه، وكانه نقصد ديتاتشمنت اوف ذا بوستيريور فيترس ممبرين فروم رتنه. دي نسبه هتقولي ده بيحصل طبيعي في نسبه من البشر؟ اه والله نسبه من النورمال بوبيليشن مش قليله، ونسبه بتزيد كل ما بنكبر في السن. هتقول لي طب وبعدين؟ اقول لك ما تقلقش، عاده ده بيحصل بطريقه انوسنت. يعني ايه انوسنت؟ كلمه انوسنت يعني ايه في اللانجوج؟ حد يعرف يعني ايه انوسنت؟ ايه ده؟ ايه الفوكابلري القوي اللي عندكم ده؟ ايه الفوكابلري الفظيع ده؟ هو انوسنت يعني بريء. ايوه بريء. يا محمود صح، محمود بس اللي عارف انوسنت يعني بريء. عايزين نقول ان هذه اللحظه اللي الفيترس بينفصل فيها عن الركنة، نقصد مش كل الفيترس، نقصد مين؟ البوستيريور فيترس ممبرين، غالبا حاجة بتمر بسلام بريء من غير مشاكل. ده اللي احنا بنسميه فيسيولوجيكال بي في دي. فيسيولوجيكال يبقى طبيعية ولا لا؟ الحمد لله هتعدي بسلام، بريء ولا حاجة تحصل. فيسيولوجيكال بي في دي. ايه رأيكم؟ مش احتمال برضه في بعض الناس والفيترس بيبعد عن الركبه طالما هو ماسك ولازق في اربع اماكن، ممكن هو بيسلك نفسه يحصل كده؟ مش وارد؟ وارد يحصل كده ولا لا؟ ايه ده؟ يقطع حته من الركبه. ايه ده؟ ده ساعتها اسميه ايه ده بقى؟ باثولوجيكال بي في دي. ايه ده يعني؟ اذا لحظة انفصال الفيترس، مش كل الفيترس، نقصد أي جزء من الفيترس يا رجالة يا جماعة يا شباب، ها أي جزء البوستيريور فيترس ممبرين من الرتنة، لحظة حدوث هذا الانفصال لهذا الممبرين الخلفي من الرتنة، يا إما الموضوع في الغالب يمر بسلام، ده بنسميه فيسيولوجيكال تي في دي، ده مش هيحصل مضاعفات خالص، بنرجع نكمل طبيعي، يا إما في اللحظة دي للأسف الفيترس هو بينفصل يمزح حتة من الرتنة يقطعها. ده اللي احنا بنسميه بقى باثولوجيكال بي في دي. طيب قبل ما اقول لك ان سواء مر بسلام يعني نو تير، يعني انت ما اتقطعتش نو بريك، ولا ما مرش بسلام، تخيل العين هيحس نفس الاعراض. ايه ده؟ يعني البني ادم اللي هيوصل يحصل له بي في دي سواء مر بسلام او غير سلام، يعني حصل قطع في الشبكيه، كلاهما البني ادم هيحصل له نفس الاعراض، وهي دي الخدعه، هي دي الخطوره. عشان كده انا مهتم اشرح لكم الموضوع بالتفاصيل عشان تبقوا مفيدين لكل قرايبكم. طيب قبل ما اقول لك الاعراض، خليني بس ادخل بقى في حته الادفانسد شويه عشان احترم دماغك افهمك اكتر. احنا يا جماعه لما شرحنا لينس، مش احنا شرحنا لينس زمان؟ ها؟ شرحنا موضوع اسمه بيدياتريك كاتركت بالكامل ولا لا؟ ايوه ايوه شرحناها مش كده؟ ايوه اتشرح.
حلو قوي. حتى انا فاكر ساعتها في ناس اعترضت، قال لك انت بتشرح حاجات مش حقيقيه ليه؟ مش كده؟ طيب افتكرت صح، انتوا اللي قلتوا كده. طيب المهم، فاكرين لما شرحنا بقى بيدياتر كاتراكت واناتومي اوف لينز زمان زمان زمان، قلنا during intrauterine life هيبقى ارتري. يا سلام عليك يا محمود، كان في ارتري بيجي يغذي اللينس، جاي من الاوبتيك نيرف ماشي جوه الفيتريس بيروح يغذي اللينس من ورا، اسمه هايلويد ارتري. اظن دلوقتي باين سمينا ليه هايلويد، علشان هو مشي في طريق اسمه فيتريس، فمشي في الطريق فقررنا نسميه باسم الطريق، مو فيتريس يعني هايلويد. وقلنا الارتري ده يا محمود كان بيختفي صح مع الولاده، عشان تبدا اللينس مرحله جديده من النيوتريشن عن طريق ايه؟ ديفيوجن فروم ايكوس هيومر. ايه رايك بقى؟ بصوا الرسمه، اول مره من ساعه ما بدانا مع بعض رمض ارسم لكم الفيتريس الحقيقي بقى. اذا خدت بالك الفيتريس الحقيقي عامل ازاي؟ الفيتريس الحقيقي كانه تو كومبارتمنتس، يعني حواليه ممبرين وكل حاجه، ما غيرناش الكلام. ها؟ لكن خدت بالك الفرق ما بين الرسمه الصح والرسمه اللي يعني بنسهل لكم بيها الدنيا؟ ايه ده يعني؟ واضح ان في ثغره في النص، الثغره دي مكان مين بقى؟ مكان الهايلويد بارت. ايه رايك؟ الفيترس اللي جوه هنا جيلي لايك ولا لا؟ جيلي لايك، يعني الفيترس ماتيريال نفسه ماسك نفسه، ليه هاي فيسكوس. وجواه غلاف، هو جوه غلاف، الغلاف اسمه هايلويد ايه؟ ميمبرين. الجزء اللي ماسك في الراتنا ده هو ده اللي بتصير الفيترس ميمبرين. ايه راي حضرتك بقى؟ هشرح لك انا كده، هشرح لك بقى الميكانيزم الحقيقيه، كانك راجل بقى داخل ماجستير رمضان او دكتوراه رمضان، اللي بيحصل بيها بي في دي، عشان تبقى فاهم البي في دي بيحصل ازاي. قلت لك البي في دي بيحصل امتى؟ لما بنعكس، يعني عشنا كتير، ونتيجه انك عشت كتير يبقى اتحركت كتير واتخبطت كتير، اي حاجه لزجه هنا مع تخبيطات وحركات كتير على مدار سنين عمرك، يبقى اللزوجه بتاعتها عماله ايه؟ معلاك ايه؟ ده غير ان العجز في حد ذاته تقدم السن كايجنج بيقلل اللزوجه كمان. ايه رايك لما الفيتريس هيومر اللزوجه بتاعته تقل، اللي هو جوه هذا الممبرين؟ عارف لما يكون عند حضرتك كويس كيس كده جواه جيلي، كيس حطيت جواه جيلي، ماده ماسكه نفسها، وقعدت تعمل كده في الكيس، هتلاقي الجيلي بيتحرك ماشي، بس حركته قليله لانه ماسك نفسه. طب لو الجيلي ده اتحول لميه، ميه بقى سائل، وقعدت تعمل في الكيس كده، الميه هتتحرك بريت اسرع ولا ابطا؟ اسرع ولا ابطا يا ولاد؟ اسرع اسرع طبعا، لان اللزوجه قليله قوي، كل ما هتعمل كده هتلاقي الميه راحه جايه راحه جايه، لان لو فيسكاستي. ايه ده يعني؟ انت عايز تقول ان احنا لما بنكبر في السن نتيجه تقدم العمر وخبطات صدمات مع حركات كتيره سنين طويله، الماده اللي جوه لزوجتها قلت، فكل ما تيجي تتحرك بقى تتحرك اسرع، تخبط في الممبرين، تخبط قدام، لا ما تقلقش، قدام مين بيصد هنا؟ اللينس، كان اللينس عامله تقويه منع ان الميه اللي هنا تخترق الممبرين كده. طب تزق كده، ما تزق زي ما هي عايزه، اصل الممبرين ورا مين؟ ورا رتنا الكرائي، وكانك عامل تقويه من الخارج. لكن اضعف مقاومه فين؟ لما الميه تزق على الممبرين، المكان اللي مش مسنود. ايه ده؟ صح؟ ايه ده يعني؟ فجاه الميه في لحظه ما تروح مرقشره ده. ومرقشره ده. ايه ده؟ ده الفيترس يخرج كده 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 كده. بصوا ده الفيترس فلويد بقى، ويروح زائق الممبرين بعد ولا لا؟ يروح داخل فاصل الممبرين الخلفي ده عن الراتنا. اذا خدت بالك؟ كده يعني يطلع واضح ان مكان الصخره، مكان اللي في المنتصف ده هو مكان ضعيف، فلما الفيترس يبقى ليكوفايد وراح الممبرين مره واحده بعد عن الراتنا، ولما الممبرين مره واحده يبعد عن الراتنا، خلي بالك هو بعد كده الممبرين هو اللي بعد. لكن مين موجود هنا يا ولاد؟ لما الممبرين بعد، لما ده بعد، مين موجود هنا؟ الماده بقى اللي هي نفس الفيترس هيومر، مش كده؟ لو ماده ليكوفايد. فهمتوا عايز اقول ايه ولا لا؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ فهمتوا ان الفيترس مش كله بعد؟ الممبرين بس هو اللي بعد؟
فهمت ان الفلويد اخترق الممبرين ودخل فصل الممبرين، فبقى هنا في فلويد فوق الريتم على طول. فاذا الفيتاس ما سابش مكانه، وانما اتغير الوضع، بدل ما كان اللي ماسك في الريتم الممبرين دلوقتي اللي لامس الريتم هو الفلويد نفسه. وهنا بقى الخطوره. ايه الخطوره؟ الممبرين لما بعد، احنا اتفقنا الممبرين لما يبعد يا اما يبعد بسلام. طب لو بعد بسلام خلاص الريتم ما اتقطعتش والفيتاس لسه ضغط على الريتم ولا لا؟ عشان كده بقول لك هتكمل بقيه حياتك طبيعي. لكن لو حصل قطع زي اللي انا رسمه هنا ده، دلوقتي بقى مين فوق الريتم على طول؟ الميه. فالميه ينفع تدخل ولا لا؟ تدخل. فساعتها يحصل انفصال ولا لا؟ ساعتها هيحصل انفصال. بصوا الرسمه دي هغيرها ازاي دلوقتي؟ الريتم لسه في مكانها، الميه لسه ما دخلتش. لما الميه تدخل ايه اللي هيحصل؟ بصوا هغير الرسمه دي. شايفين الرسمه دي ولا مش شايفينها؟ بس فين؟ فاهم هنا يا جماعه في الكاميرا ولا لا؟ باين اهو. بصوا ايه اللي هيحصل؟ يلا اهو. ايه بقى انفصال؟ ايه ده يعني انت عايز تقول ان احنا الانفصال بتاعنا مش من اول لحظه تبدا انفصال؟ اه. بصوا السيناريو بقى الكامل عشان تفتكر تبقى عايش الدور. انا عندي ممبرين اعتبره زي هي هنا اسمه الفوسيلا فيتاس ممبرين، في لحظه ما هيبعد. لو بعد من غير ما الريتم يتقطع انسى، ولا حاجه هتحصل. ده اسمه ايه ده؟ فيسيولوجيكال بي في دي. لكن لو الفيتاس هو بيبعد الممبرين، يعني هو بيبعد عامل كده، يبقى كده حصل قطع ولا لا؟ حصل بريك. وهنا بقى في فلويد لغايه كده، لغايه كده ده اسمه ريتم بريك بس، قطع بس، لم يحدث انفصال بعد. اللحظه اللي هيدخل فيها الفلويد هنا من هنا ويعمل كده، هي دي لحظه الانفصال. هتقولي طب دي هتحصل امتى؟ اقول لك الله اعلم. ممكن مع القطع ساعتها، ممكن بعد القطع بساعتين، ممكن بعد القطع بيومين، ممكن بعد القطع باسبوعين، على حسب ما الفيتريس هيعرف يعدي امتى. يعني لما اذا يدخل الفيتريس هو دي لحظه حدوث الانفصال. ما قبل ذلك هو مجرد باثولوجيكال بي في دي. يعني حصل فيه ايه؟ مع البي في دي حصل ايه؟ اقصد يعني قطع فقط. لكن الانفصال لن نعتبره ولن نعتمده انفصال الا لما يحصل السيبريشن ده، والسيبريشن ده مش هيحدث الا لما يدخل الفلويد اوف فيتريس، ولما يدخل ساعتها يفصل الشبكيه بتاعتي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يلا بينا على طول نشوف بقى دلوقتي ايه الاعراض بتاع البي في دي. خلي بالك انا قلت لك لما البوستيريور فيتريس ميمبرين يبعد عن الريتنا فجاه، ده ممكن يبقى فيسيولوجيكال يعني نو بريك، يا اما يكون ايه باثولوجيكال. كلاهما اعراضهم واحد. تخيلوا ليه بقى؟ الفيتريس ده اتفقنا انه ماسك في الريتنا في اربع بوينتس، ماسك لازق. فلما يبعد بص اعتبر ايه ده؟ اعتبر الكم ده الريتنا وصوابع دي الفيتريس. الفيتريس ده لما هيجي يبعد عمل كده، خدت بالك شديت الكم ازاي بتشد بيه؟ اذا الكم اتشد ايه ده؟ انا عايز اقول ايه؟ ان حصل سادن تراكشن من الفيتراس على الريتنا، يعني الفيتراس وحشان اتشد مفاجاه على الريتنا. فكده وكانه عمل لها اريتيشن. ايه ده؟ طب هي الريتنا لما تبقى اريتيتد تشعر بايه؟ هي الريتنا فيها ريسبتورز حساسه لايه يا جماعه؟ الريسبتورز على الريتنا سنسيف تو ايه؟ تو بين؟ تو لايت بس يا امنيه صح؟ نوت تو بين. لايت اي ريسبتور بتعمل له اريتيشن بيشعر بالستيمولس بتاعته، بيشعر بايه؟ بالستيمولس بتاعته. فاذا بالتالي اول ما لحظه الفيتراس، تباعد الفيتراس عن الريتم، اللحظه دي تسمع بقى من والدك والدتك عمك اي حد كبير عندك في العيله ربنا يديهم الصحه جميعا، يقول لك انا فجاه وانا قاعد في امان الله كان في حد ضرب كشاف نور في عيني اربع خمس ست مرات. دي بنسميها فلاشز اوف لايت او فوتوبسيا. فوتوبسيا يعني فلاشز اوف لايت. اذا بليز تسمع فوتوبسيا او فلاشز اوف لايت من حد كبير عندك في العيله، اعرف ان اللحظه دي الفيتلا شد مفاجاه على مين؟ على الريتنا وانفصل عنها، يعني دي لحظه حدوث مين؟ البي في دي. مش بس كده، هو كمان لما الممبرين حصل له ريكويل وطلع لفوق كده حصل تغيرات في الفيتلس مفاجئه. تخيلوا التغيرات في الكونتور في شكل الفيتريس المفاجئه دي، بعد ساعات بيحصل ديجنريشن في بعض المولكيولز اوف فيتريس، بعض المولكيولز بقى اوبيك.
اي حاجه اوبيك قدام الرتنا تعمل شادو على الرتنا ولا لا؟ تعمل ايه؟ شادو، مش النور بيجي كده على ايه؟ فلو انا عندي بدا يحصل تغيرات في بعض الملكيولز بقت اوبيك نتيجه التغير اللي حصل ده، نتيجه البي في دي ده. لو بعض الملكيولز وفيترس بقت اوبيك مش دي تعمل شادو على الرتنا؟ هو الشادو دايما لونه ايه يا جماعه؟ الشادو دايما لونه ايه؟ اسود. طبعا اسود ايا كان لون الاوباسيتي. يعني انا لابس تيشرت اسود هيعمل شادو اسود، تيشرت احمر هيعمل اسود، تيشرت بامبا هيعمل يعني اذا الشادو اسود واللي بيشوف في عينيه الرتنا في اي اوباسيتي ايا كان لونها ابيض بقى نزيف في الفيترس احمر يعني هتعمل شادو اسود على الرتنا. فالبني ادم يقول لي ايه؟ يقول لي يا دكتور انا كنت قاعد في امان الله فجاه في حد كانه ضرب كشاف نور في عيني اربع خمس مرات ومن بعدها نقط سودا خيالات سودا او نقط سودا او خيوط سودا او دبان طاير قدام عينيا. اذا خدت بالك دبان دي اصل حاجه سودا طايره في الهواء اول حاجه تيجي على بالك ايه؟ ذبابه. بيسموها كده ماسكا فوليتانز. ماسكا يعني ذبابه، فوليتانز يعني متحركه. اذا ماسكا فوليتانز اذا دي الشكوى الاخرى اللي ممكن العيان يقولها لي. اذا العيان هيطلع بعد البي في دي على طول يقول لي حاجتين، شفت كشاف نور يا دكتور ضرب في عيني اكتر من مره، ومن بعديها خيالات سودا مخيلاني بقى رايحه جايه. يا اما يقول لك فلوترز، فلوترز يعني حاجات شوائب، يا اما يقول لك ذبابه طائره رايحه جايه قدام عيني. هنا والله لما جت شكوى دي انا حصلت معايا، والدتي كلمتني كده من 10 سنين مثلا ولا حاجه، وقالت لي كانت الساعه 11 ونص بالليل تقريبا. يعني كلامي قالت لي انا فجاه كشفت نور ضرب في عيني وبعديها خيالات سودا. كنت ساعتها مخلص شغل ومروح، قعدت عليها وقلت لها لا دلوقتي يلا جالك. خدتها ونزلت على العياده وبصيت على خان عيني عشان اطمن. كان ده من سنين طويله عشان اطمن، عايز اطمن ايه؟ انا فهمت من الشكوتين دول ان عندها ايه؟ ها الشكوتين دول ايكوال ايه يا جماعه؟ بي في دي. بي في دي. طب هل انا اقدر احلف البي في دي ده مر بسلام ولا لا؟ هو الجانب بيمر بسلام يعني قرش بريء ما حصلش حاجه عن الفسيولوجي، لكن هو مش ممكن يكون باثولوجيكال؟ اه ممكن. عارف تفرق كتير جدا، عشان كده دايما نصيحتي ليكم وانت طبيب خليك شخصيه متشائمه جدا. والله الدكتور المتشائم هيبقى اشطر دكتور في الدنيا. تخيل نصيحه، دخلت عيادتك قعدت على مكتبك استقبل العيانين بمنتهى التشاؤم بينك وبين نفسك، ما تجيبلوش وقت قاعد. يعني انا لما يجي لي عرض زي ده بالتليفون او عيان يقولوا لي في العياده ما قلتش لا يا عم بقى ان شاء الله روح بقى يا عم ما تقلقش انت هتوجع دماغك ده بيحصل عادي. انت كده متفائل. افرض بقى هو كان واحد من الناس اللي ما نهضش عندهم بسلام، يبقى انت ضيعت فرصه ذهبيه وسببت في العيان ده هيفقد نظره احتمال. تخيل. لكن لو انا العكس بيني وبين نفسي افترضت الاسوء، يعني انت لو والدك او والدتك زي ما حصل معايا انا امي قالت لي انا حصل لي كذا وكذا، قلت لها تعالي، ما قلتلهاش تعالي يا نهار ابيض ده احسن تكون اتقطعت الشبكه، ما عشتهاش رعب، قلت لها يا ستي تعالي تعالي انزلي تقطع، هو بص بص كده على القناه عايز اشتري حاجه فاضيه تعالي، خدتها ورحت. ليه؟ عشان انا بيني وبين نفسي عايز استبعد ده من غير ما اصدر لها القلق. فانت لو سمعتوا حاجه زي كده عندكم لو سمحت قالوا لي اصحابي مش هنصرف حاجه نطمن ان شاء الله مفيش حاجه الرجاله ما بقاش في حاجه خالص بس نطمن هتيجي بص مفيش حاجه. طب لو في حاجه بص بقى الميزه بص بس انك تبقى كئيب ومتشائم ايه رايك؟ الحل لو انا كنت شفت امي عندها كده كده قطع وما كانش الفيترس لسه دخل، عارفين الحل ايه؟ ايه رايك؟ مش الفيترس عايز يدخل يعدي يدخل من هنا من الخدرة ويفصل الشبكية كده؟ طب ما تقفل له المدخل ازاي؟ هو لو انا نجحت الزق الورقة دي اللي هي الريتنا في التيشيرت ده اللي هو الكورويد داير ما يدور القطع ايه؟ داير ما يدور لزقتهم في بعض الفكرة سهلة يدخل؟ ابدا. ايه هتلعنهم؟ اه يعني انت عايز تعمل كوريو ها ده كورويد ها ريتنال ادهيجن اه ايه الفكره الحلوه دي؟ طب هتعملها ازاي دي؟ ولا حاجه، صمغ صمغ التيشيرز بتاعتنا. هو ايه اللي بيلزق الدنيا ببعضها يا جماعه؟ اسمه ايه؟ اللاصق، الماده اللاصقه.
فيبروزس. فايبرين، برافو عليك. ايه رايك لو نجحت ان انا بالليزر الزقهم في بعض؟ ازاي اعمل ايتس بالليزر؟ صح، يعني اضرب ليزر شوتس كده وسط كده. خدت بالك انا عملت ايه؟ خدت بالك؟ اهو في مره اهو، ده ليزر شوتس اللي هي المديول ولا لا؟ كل ضربه بتعمل ايتس. ايتس في ايه؟ في الاثنين، ريتنال كورويد، حاجه اسمها كوري ريتنايتس، فهي لازقين في بعض الفيبروزس. يمكن الفيتر يدخل ابدا. اذا الموضوع خلص، الموضوع خلص، وكانه بقى فيسيولوجيكال. والله هتقول لي بس الحته دي مش شغاله. اه مش شغاله، حته الفراخ مش شغاله، بالله عليك هتحس بيها خالص. الفيلد ديفكت ان وان اي از ماسكد باي ذا فيلد اوف ذا اذر اي. مش احسن من ان انا ما كنتش اعمل كده واسيب دي لغايه لما دي كلها تروح تنفصل، يبقى ادخل في توتال ريتنال ديتاتشمنت، ونقعد بقى نفكر ازاي نصلح الكلام. فاذا الحل سحري والله. فعشان كده بليز انا هخليك اشرح الموضوع ده واطول فيه عشانك والله، وعشان الموضوع لو اتفهم يبقى اسم فكرته سهله. ايه بقى؟ اول ما تسمع من بني ادم ما فوتوكسيا وراها فلوترز او ماسكه فوليتانز، يبقى دي لحظه حدوث الفيديو اللي هي قد تكون فيسيولوجيكال كان معتاد، ويا ريت ما خسرناش حاجه لما بصينا لقاع العين، لكن لو طلعت باثولوجيكال فحص قاع العين هيخليك تعمل له مانوفر مش هياخد دقيقتين، هيحافظ له على الرتنه بتاعته وعلى عينه فوريفر، اللي هو اسمه ايه؟ تو انديوس يعني يو ار جوينج تو انديوس ستيرايل كوريو ريتنايتس اراوند البريك. دي هنفهمها مع التريتمنت، هقولها تاني، لكن مبدئيا انا عملت ايه؟ ستيرايل، ما انا اكيد مش هدي اورجانيزم جوه يعني. كوريو ايه؟ ريتنايتس، التهاب الكورويد والريتنا علشان يلزقوا بعض حوالين داير ما يدور القطع. فهمتوا يا جماعه الكلام؟ الكلام مفهوم؟ وصل؟ انزعجتوا عشان قايلين بالشرح شويه ولا الامور تمام؟ دخلت دماغكم؟ تمام يا دكتور، بارك الله فيك. حلو قوي، زي الفل. طيب يلا سامبلز نتكلم بقى، نرجع تاني لموضوعنا بعد ما شرحنا الانكريز، نتكلم تاني على موضوعنا. يلا بينا. العيان هيجي يشتكي من ايه؟ خلاص احنا عرفنا. لو كان يا دوب بي جي دي بس، يعني حصل له قطع بس، فطبعا هنتكلم على باثولوجي بقى. باثولوجي بس، يعني قطع من غير ما يدخل فيتروس لسه، ساعتها اشتكي من الشفوتين المعتدين، ماسكه وخطوش. لكن امتى يجي بقى بعد فوات الاوان؟ يعني بعد ما الفيتروس دخل، هيشتكي من ايه ساعتها؟ خلي بالك الفيتروس دخل، يلا بص اهو، فاهم الجزء ده يبقى عامل كده. خدت بالك مساحه قد ايه من الشبكيه انفصلت؟ انفصلت يعني بقت على الكورايت، يعني مش هتتغذى، يعني مش شغال. لما مساحه كبيره من الريتنا فجاه تنفصل، انت تشعر بايه؟ جزء مساحه مره واحده انفصلت، جزء من الفيلد ظلم ولا لا؟ يقول لي فجاه يا دكتور لقيت النص ده مش شايفه، الجزء اللي فوق مش شايفه، وكانه عايز يقول لي رابيد فيلد افكت. هو ما عرفش يعني ايه فيلد، يقول لي فجاه. والكلام الاكثر شيوعا من العيان، عارف العيان بيقول ايه؟ يقول لي يا دكتور فجاه كان حد شد ستاره سوداء قدام عيني. ايه ده؟ فد ايه؟ ستاره سوداء سموها بلاك كارتون. هو عايز يقول ايه؟ يعني فجاه كان حد سحب يعني عايز يقول الجزء ده اسود ظلم، ستاره سوداء، ستاره سوداء نازله من فوق. على فكره لو انت جود ليسنر كدكتور في عيادتك تسمع العين كويس، يعني مش بس بتبص، اسمع شكل العين كويس، ركز، اساله قول له هي الستاره جت منين؟ لو قال لك الدكتور كان حد سحب الستاره من فوق لتحت، يبقى اي جزء من الشبكيه انفصل عنه؟ طالما الستاره جايه من فوق، يعني عايز يقول لي ابر اللور، صح؟ هايل هايل يا محمد اللور. ولو الستاره جايه تمبرال يبقى النيزل. اذا اساله بقى الستاره جت منين؟ يعني الدنيا اسودت منين؟ يعني فقدت الفيلد فين؟ لو قال لك من فوق يبقى اللور، قال لك من تحت يبقى الابر، هي اللي انفصلت. اذا الشكوى هتبدا تتطور لما يحصل ليت، يعني انفصال شبكي فعلي، يعني فيتروس يدخل يقول لي بلاك كيرتن. لكن في بعض الحالات ما يقوليش بس بلاك كيرتن، لكن يقول لي نظري راح فجاه بسرعه، لقيت عيني اليمين مش شايف بيها. مين جامد يتوقع امتى لما الريتنا تنفصل العيان يقول لي مش شايف؟ عند الماكلة. يا سلام عليك يا امي، عند الماكلة. لو الانفصال انفولفد الماكلة، يعني لو الحته ديتاتش زي ما انا عامل، عامل لك الماكلة كروس، يعني لو جزء الانفصل انكلودنج ماكلة، لو الماكلة انفصلت مع الجزء المنفصل بتاعي، يبقى مش بس هو الفيلد بتاعه راح، لا يقول لي انا مش شايف، لان المسؤول عن الشارب فيجن هي الماكلة. اذا الشكاوي كالاتي:
لو الموضوع مجرد بي في دي بس، يعني قطع بس باثولوجيكال، بي في دي يعني ايه باثولوجيكال؟ اللي حصل تير قطع بس، يبقى فوتوبسي او ماسك. لكن دخل الفلويد يبقى على طول بلاك كارتل، يعني ستاره سودة. كويس كده؟ وايه كمان؟ يقول لي كمان احتمال بلس اور ماينس نظري، مش شايف عيني، ده لو الماكلة ايه؟ ده لو الماكلة دي تنشف. يلا نفحص العيان دي اخر حاجه هنختم بيها. عارفين يا جماعه لما بوسع الكيتل بتاع اي واحد فيكم، نوسع الكيتل تماما ها بتاع اي حد فيكم. كويس كده؟ وبعد ما نوسع الكيتل انور بنور مباشر على العيد، بنشوفوا حاجه اسمها ريد ريفلكس، مش كده ولا ايه؟ ايه رايك؟ ريد ريفلكس ليه؟ لان النور بتاعي بيعدي كل طبقات العين لغايه لما يصطدم بمين ورا الرتنه؟ الكرود، لان الرتنه بتاعتنا شفافه. ايه رايك؟ اكتشفنا ان اول ما الرتنه بتاعتنا بتنفصل، يعني صادم ديتاتشمنت، الرتنه بتاعتي جسد جواها اديما، انترا رتنال اديما. ايه تاني؟ اديما جوه الرتنه. عارف اول ما الرتنه تبقى اديماتس الترانسبيرنسي بتاعتها تقل، تبقى اوبيك ويبقى لونها ابيض زي الورق ده، لون الورق ده كده، يعني الجزء اللي انفصل بيحصل فيه اديما، رتنال اديما، وبالتالي يبقى لونه جراي وايت ان كلر. فلما تيجي تنور بنور مباشر عشان تشوف اللون الاحمر اللي ورا، مش هتشوف احمر، وانا بتشوف مكان لون ايه؟ لون ابيض. اذا اول ما يجي لي بني ادم يقول لي يا دكتور انا كاني في حد شد ستاره سوداء قدام عينيا، او يقول لي نظري قل فجاه بسرعه، واجي ابص له على الريد ريفلكس الاقي بدل ما انا شايف المساحه اللي جوه الكيوت لونها احمر، لقيت مساحه كبيره ما كانش كلها لونها ابيض، بتوقع ان انا داخل على حاله انفصال شد. ولا يؤكد لي ده ايه بقى؟ ان انا ابدا ابص بالاجهزه بتاعتي الاوفثالموسكوب، هلاقي ايه بقى؟ بصوا معايا الفرق بين اعمل لكم شير سكرين، ودي اخر حاجه نختم بيها. الرتنه بتاعتي مفروده، عشان كده الفيسلز ماشيه في الرتنه كده. شايفين ستريت كورس ازاي؟ فاول ما يحصل انفصال شبكي، اتفقنا ايه اللي بيحصل في الرتنه؟ اديما. اولا الرتنه هيبقى لونها ابيض مش شفافه، وتبقى ثيكند لان جواها اديما. مش بس كده، هي الرتنه متنفصل تبقى عامله كده، يبقى الممبرين اللي بقى لونه ابيض، هي الرتنه بقى فيها اديما لونها ابيض، الممبرين نفسه ويفي ولا لا طالع ونازل؟ ومش بس كده، الفيسلز ويفي. بص على الفيسل طالع نازل، طالما الفيسل طالع نازل يبقى الممبرين ده مش مفروض، الممبرين ده منفصل مجرمش. فاذا لو انا جيت افحص بني ادم قال لي يا دكتور فجاه ستاره سودا اتسحبت قدام عينيا، شدت قدام عينيا، وسعت الكيف وبصيت على قاع العين، لقيت الفيسلز ويفي والريتنا ويفي، يعني الفيسل مش ماشي ستريت كورس، وكمان الريتنا هنا ايه؟ الريتنا لونها جراي وايت وثيكند، والله ده برايمري ار بي. بس اوعى تقول برايمري من غير ما تشوف مين؟ القطع. عارفين ازاي بنعرف مكان البريك؟ ما انا لازم اشوف ده عشان اقول ده برايمري. ما هي الرتنه ممكن يكون لونها ابيض ومش مفروده، بس يكون نوع الانفصال نوع تاني زي التراكشنال او الاكسوداتيف. اعرفهم ازاي؟ الفرق ما بين دول والبرايمري بشوف ده بعينك. طب انا اعرف مكان القطع ازاي؟ بصوا هقولها لكم بعد كده نفتح صور، وانا متاكد انكم بتحوش. هتفتحوا المايك او ما الصورة صوره فين القطع؟ فين القطع؟ فوق القطع؟ تحت القطع؟ فوق هتشاوروا هتقولوا على طول اعرف مكان ازاي؟ يلا حد يفتح المايك فورم يقول لي هو انا الجزء المنفصل من الرتنة لونه ايه؟ واحد مرة عشان هيبين الكرويد عشان بس لا انت بتتكلم عن قطع الرتنة جبت في الاخر يا محمد مش كده؟ لا لا احنا مش بنتكلم على مكان القطع، الجزء المنفصل ابيض، فانا بقى شايف ابيض 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 احمر زي ما قال محمد. الاحمر ده مين؟ ده الشباك المفتوح الموريني لون الدم اللي في الكرويد. اذا لما الاقي لون احمر قطع الابيض احلف ان ده مكان البريك، وطالما شفت بريك بعيني قطع بعيني يبقى ده برايمري ولا لا؟ يلا بينا الصور على طول يا جماعه. الاول هوريكم صوره النورمال فانجس، وبعدين نشوف صور بقى الشبكيه مقطوعه، وهتحاولوا تقولوا لي في كل صوره مكان القطع ايه، ونركز في لون الرتنه وشكل الفيسلز اذا كانت الفيسلز فعلا ويفي ولا لا. يلا بينا.
ثانية واحدة عشان مش عارف حاطين الصورة. أجهزة تاني طبعا شفناها كذا مرة، لكن شايفين الباك جراوند كله لونه أحمر، شايفين الفيسلز ماشية ستريت كورس ازاي، الريترا مفرودة، والدليل إن الريترا مفرودة أحسن ده الفيسلز ماشية ستريت كورس، كله ماشي ستريت كورس. تعالوا نروح للريترا اللي فيها انفصال شبكي. اظن باين قوي ان الريترا منها جراي وايت، اظن باين قوي ان الممبرين ده تيكن، والمهم مش مفرود. بصوا بس ده طالع نازل ازاي، شايفين الرينكلز اللي موجوده في الريترا، اظن القطع باين قوي مش كده ولا ايه؟ فين القطع يا ولاد؟ في النص تقريبا. اهو اهو بقت مساحه مفتوحه اهو. سبحان الله في حاجه غريبه في القطع ده، في فيصل معدي لكن ما اتقطعش، يعني الريترا نفسها اتقطع لكن الفيصل ما اتقطعش. ده وارد يحصل، وارد يتقطع طبعا، يعني وارد ده وارد ده. اذا ده مكان البريك، يبقى ده على طول بالنسبه لي حاله اتصال شبكي برايمري ولا لا؟ ده برايمري او ريد ماتوجينس ريتنال ديتاتش. حلو، صوره كمان. اظن باين اول الممبرين بتاع الكارنش لونه ابيض الاول، سكند ده عشان فيه اديمه، واظن باين قوي ان هو مش مفروض. ها القطع، حد شايف القطع شكله عامل ازاي؟ عامل زي الهارت شيب شويه زي القلب اهو، اللون الاحمر الوحيد اللي قطع الصوره اهو، مش ده الاحمر؟ ده مكان القطع ومكان العلو بتاعي، مكان الماوس، عامل زي القلب اهو مش كده؟ اذا ده البريك، يبقى ده برايمري ولا لا؟ يلا الصوره كمان. باين قوي ان الريتن هنا ويفي، شايفين ازاي ويفي؟ ويف ازاي؟ شايفين الفيصل ازاي ماشي؟ مش مفروض؟ فين مكان القطع في الصوره دي يا ولاد؟ فوق خالص. ايوه ايوه بقى هو ده، بص مكان المكان الماوس فوق خالص، ده مكان القطع. اذا احنا بسهوله جدا نقدر نثقف الار دي، لون الريتن ابيض، سكند مش مفروده، والبريك عشان اقدر احلف انه برايمر لازم اشوف قطع، لازم اشوف قطع. والقطع يبان ازاي؟ از ريد ديسكونتينيوتي، يعني لون احمر قطع اللون الايه؟ قطع اللون الابيض. كده احنا غطينا الموضوع.